ये नमाज सुबह की तरह से नमाज फजर जैसे पढ़ते वैसे ही दो दो रकात करके पढ़ना है सात रकात और दो रकात नमाज ज़ियारत आशूरा उसके बाद नमाज ज़ियारत आशूरा होगी और एक अमल है जो चलने का है वो इंशाल्लाह बाद में कराया जाएगा। तो आप हज़रात चार रकात नमाज दो दो रकात करके नमाज ज़ियारत आशूरा नमाज रोज़ आशूरा के नाम से पढ़िए दो रकात और बिल्कुल नमाज फजर की तरह से पढ़ सकते हैं और उसके बाद ये चार रकात ख़त्म होने के बाद दो रकात नमाज ज़ियारत आशूरा का नहीं नहीं दो दो रकात दो सलाम के साथ अजान और इकामत भी नहीं है पहली नमाज में अजान और इकामत नहीं
एक दूसरे को आदम अल्लाह व हुजूरना व हुजूरकुम बि मुकादर अल हुसैन अलैहिस्सलाम वजादना इयाकुम मिन अत्तालिबीन बि तारिह मा वलीह इमाम अल महदी मिन आल मुहम्मद अलैहिम अस्सलाम कह करके कि हमारे लिए ये मुसीबत हुसैन अलैहिस्सलाम की अमीन करार पाए और खुदावंद करीम हमको इमाम जमाले के साथ इमाम का बदला लेने वालों में करार करना है। ये कह करके एक दूसरे को पुरस्कार देना चाहिए, जिजिया करना चाहिए, अपने अहले खाना को हुक्म देना चाहिए कि आज के दिन जिजिया करने पर अदम करना चाहिए। आज के दिन का बेहतरीन अमल यही है कि हुसैन की मुसीबत को बयान किया जाए और उसके ऊपर जितना हो सके जिजिया किया जाए। तो हुसैन के घर वालों को रोज अजीजा दिया गया। आज की ज्यारत है मखसूस ज्यारत है रोज आशूरा। इस उम्मीद से दूर से पढ़ रहे हैं कि इंशाल्लाह ये ज्यारत हजरत के कहते कुबा पर जन्नती हो। अपनी तरफ से अपने वालिदैन की तरफ से तमाम अज़ीज़ा व अक़ारिब की तरफ से मुहिब्बान अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की तरफ से ज़ियारत रोज़े आशूरा पढ़ते हैं क़ुर्बत अल्लाह। अस्सलामु अलैके या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैके या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैके या ख़ियरतुल्लाह व इब्न ख़ियरते, अस्सलामु अलैके या इब्न अमीरिल मुमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीयीन, السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا خار الله وابن صالح والذكر الموثور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله يا أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، يا أبا عبد الله لقد ألفت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مرافقكم التي رتبكم الله فيها. لعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من تكالكم، ذلكت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني أسلم لمن سالفكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. لعن الله على زياد وعلى مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أخرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أبقى مصابيك، فأسأل الله الذي يكرم مقامك ويكرمني بك أن يرزقني سلم تارك مع إمام المنصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وليا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظله وجوره عليكم وعلى أشيائكم، برئت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة نبيكم وبالبراءة من أعدائكم والناقدين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم، فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفته
معرفتكم ومعرفة أوليائكم، ورزقني البراءة من أعدائكم، أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني سلم فاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رضيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إلا ليوم تبركت به بنوية وابنك التي الأكبر اللعين واللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة وابن الآبدين. وهذا يوم الفرحة لإيال جار وعن مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليهم. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفدائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد في زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم حسين أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابعة. اللهم العين يزيد خامسة والعين بين الله بن جهاد وابن مرجانة وعمر بن خالد وشبرا وعلى بن سفيان وعلى جهاد وعلى مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم المرود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الذين بدأوا. اللهم لا دن ایک ہزار مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے، اور روایات میں ہے کہ آج کے دن زیادہ سے زیادہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام پر لعنت کرنا چاہیے، لہذا یہ آپ حضرات دن بھر آج جب بھی موقع ملے یہ عمل کرتے رہیے گا تاکہ دشمنان اہل بیت پر زیادہ سے زیادہ آج لعنت ہو اور اس کے عذاب میں اضافہ ہو. اب عمل ہے وہ چلنے کا، آپ حضرت کا مادہ ہو جائیں، بڑی سخت منزلت تھی امام حسین کے لیے اور بڑا سخت مرحلہ تھا. یہ بھی وجہ ہے کہ اعمال عاشورہ میں سارے عمل ساری مصیبت ہے اپنی جگہ، لیکن اس مصیبت کو اعمال عاشورہ میں بھی شامل کیا گیا ہے کہ آپ احساس کر سکیں کہ مجموعہ کربلا پر ایسی مصیبت آئی تھی اور ایسا وقت آیا تھا ہزاروں عجیب مصیبت ہے اس سے پیچھے بھیجنے کے بچے کو لیے کبھی خیمے کے آگے جاتے تھے کبھی پیچھے جاتے تھے. انا لله وانا اليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لامره. انا لله وانا اليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لامره. انا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. إِنَّا لِلَّهِ وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. يا زدارو تو عرض كثير مظلوم کربلا اپنے ششماہے کو لے کر کبھی خیمے کے آگے جاتے تھے کبھی خیمے کے پیچھے آتے تھے، چند قدم آگے بڑھتے تھے، جرات اور ہمت نہیں ہوتی تھی، پھر پیچھے ہو جاتے تھے پھر آگے بڑھتے تھے. ایک مرتبہ حضرت نے سید الشہداء نے اپنی جرأتوں اور ہمتوں کو جمع کیا، آواز دیا رباب آپ نے بچے کو لے جاؤ. روایت کہتی ہے کہ رباب سے پہلے سکینہ دوڑ کے آئی، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. اے ازادارو بچے نے آ کے یہی سوال کیا، بابا میرے بھیا نے اصغر کو پانی پلا دیا، اللہ مظلوم کربلا کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے، ابا کا دامن ہٹا دیا، چشمائے جان کو جب شہید دیکھا بچی نے ایک سہا کیا زمین پر گر گئی. ارے رباب نے دیکھا آواز دیا، ہائے میرے لال تیرے جیسے بچے بھی کہیں دیر کیے جاتے. اے مولا ہم کربلا میں نہ تھے لیکن آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے، اے مولا آپ کو یہی شکایت تھی نا کہ ہمیں کوئی پرسہ دینے والا بھی نہیں ہے.
علی اکبر کا کوئی پرزہ دینے والا نہیں ہے, آن محمد کا کوئی پرزہ دینے والا نہیں ہے, عباس و قاسم کا کوئی پرزہ دینے والا نہیں ہے. شہزادی چاہنے والے آئے ہیں حسین کے, اے شہزادی آپ کی بارگاہ میں پرزہ لے کر کے آئے. یا امام زمانہ, اے وارث ادا, آپ کی بارگاہ میں یہ چاہنے والے پرزہ لے کر کے آئے. سید الشہداء کی مظلومیت کا پرزہ قبول کرو مولا, علی اصغر کے چھنے ہوئے گلے کا پرزہ قبول کرو. اے مولا جناب سکینہ کے جلے ہوئے دامن کا پرزہ دینے کے لیے آئے. اللہ اکبر, خدا آپ کو کسی رنگ میں نہ رلائے سوائے رنگ مظلوم کربلا کے. ایک دعا ہے, اے مولا ظلم کی حدیں بڑھ چکی ہے, ہمارے لیے سینا مشکل ہو رہا ہے, لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا امام ہے تو آتا کیوں نہیں, تمہارا امام ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا. مولا یہ چاہنے والے کس درد کو برداشت نہیں کر پاتے, مولا تشریف لائیے. اے مولا ہم ہی تنہا آپ کا انتظار نہیں کر رہے, اے مولا جنت البقیع میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر اپنے لال کا انتظار کر رہی ہے. اے مولا علی اصغر کا چھنا ہوا گلا آپ کا انتظار کر رہا ہے. اے مولا جناب زینب اولیاء مقام کی چھنی ہوئی چادر آپ کا انتظار کر رہی ہے. اے مولا سیدہ سجاد کی زنجیر و بھیڑیاں ہتکڑیاں آپ کا انتظار کر رہی, مولا تشریف لائے اس کا بدلہ لے رہا ہے. اے مولا جناب سکینہ کا جلا ہوا دامن, زینب کبریٰ کا ٹوٹا ہوا روضہ آپ کا انتظار کر رہا ہے, مولا تشریف لائیے. یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل على ظهوري, يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري عجل على ظهوري.